مرحبا بكم في توقعات احوال الطقس اليوم غدا الجمعه. غادي يكون ظهور سحب كثيفة نوعا ما خلال الصباح فوق أقصى شمال المنطقة الشرقية، حيث من المحتمل أن تعطي أمطارا خفيفة محليا، ويتوقع أيضا تكون ساقعة أو شريحة فوق مرتفعات الأطلس خلال الصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية قليلة السحب بمجموع ربوع المملكة. الآن خليكم مع درجات الحرارة. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 11 درجات، كذلك البيضاء 10 درجات بوجدة، 9 درجات بفاس، 8 درجات بالرباط، 7 درجات بمكناس، 13 درجات بمراكش، كذلك بالنسبة لمدينة أكادير 16 في العيون، وكذلك في مدينة الداخلة. الآن نخليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.